لا بوادر تلوح في الأفق بشأن فتح المعابر في تعز، ولا حياة آمنة لمن يسكنون في خطوط تماس الحرب سيما في المناطق الغربية. هنا وعلى امتداد هذا الطريق المؤدي إلى مصنع السمن والصابون باتجاه محافظة الحديدة غربا، تحاصر الميليشيات الحوثية المدينة من الغرب بعد أن فخخت الطرق المؤدية لشارع الستين بالألغام والعبوات الناسفة. ميليشيات الحوثي فجرت العبارات في الخط المؤدي إلى مدينة الحديدة وإلى تعز، وكذلك فجرت بالعبارات لمنع دخول البضائع والعابرين إلى المدينة. احنا قريبا للمنفذ الغربي من فرق شرعاب، عندنا أهل هناك بالمفرق، نحاول نحن نقطع المفرق هناك بربع ساعة، بعشر دقائق نوصل المفرق. الآن نلقى الخط الدائري قبل حبشي وننزل على الأخلود وننزل على قطوتنا على المفرق شرعاب، يكلفنا ما بين أربع ساعات أو خمس ساعات. برعب إذن وحصار دائم تعيش عشرات الأسر اليمنية في منطقة مدرات غربي المدينة جراء استهدافهم بسلاح الميليشيات، فالحركة خلف هذه الحواجز الترابية والخنادق تكون بحذر وبأوقات محددة لجلب الغذاء للأسر، سيما بعد مقتل وجرح عشرات المدنيين بقناصات الحوثيين. المنفذ الغربي كان منفذ رئيسي وشريان حيوي بالنسبة لأبناء تعز بدخول البضائع بطريقة سهلة وميسرة. الآن بعد ما أغلق تسبب في غلاء في المواصلات عن طريق الطرق الوعرة والملتوية حول مدينة تعز. تعنت الميليشيات الحوثية بشأن فتح المنافذ فاقم من الوضع المعيشي لأكثر من 2 مليون نسمة في تعز، وأثار موجة غضب احتجاج تطالب برفع الحصار عن المدينة وفتح جميع الطرقات الرئيسية أمام المدنيين، سيما تلك التي تربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشمالية والغربية أيضا. هذا إذن هو المنفذ الغربي الرابط بين تعز ومحافظة الحديدة وكذلك المديريات الغربية للمدينة التي تقطعه الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام مانعة الحركة فيه ودخول المدنيين إلى المدينة. هائل سعيد لقناتي العربية والحدث من المنفذ الغربي لمدينة تعز.